جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخونا يقول: إنني بحمد الله ملتزم وأؤدي الصلوات الخمس، وأرى في منامي بيت الله الحرام، وكثيرا ما رأيت نفسي أنني أطوف بالكعبة المشرفة، وقد حدث بي هذا عدة مرات، لماذا تنصحينني تجاه هذه الرؤيا؟ جزاكم الله خيرا. هذه رؤيا خير إن شاء الله، رؤية المسجد الحرام والطواف به هل يدل على خير إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن بماذا تنصحون والحال ما ذكر شيخ صالح؟ أبدا، هو لا يلزمه عمل أي شيء، عليه بالاستقامة على الدين وأداء الفرائض. أما أن هذه الرؤية توجب عليه شيئا فهذا غير مشروع، ولكنها تدل على خير، يا الله، تدل على تعلقه بالبيت الحرام والطواف، هذا يدل على خير إن شاء الله. يا الله.